بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور والمستمعات الكرام، وعليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف لي أن أتحدث إليكم في هذا الجمع المبارك من الحجاب. وكما نعلم أن اللؤلؤة الغالية تكون محفوظة في صدفة في عمق البحار لا يستطيع أي كان الوصول إليها، وكذلك الماسة لا توضع إلا في مكان آمن تحفظ فيه، حتى الملكة لا يسهل الوصول إليها. وكذلك الإسلام اعتبر المرأة لؤلؤة وملكة، عززها وحافظ عليها، والله سبحانه وتعالى فرض عليها الحجاب ليحميها، ولا يكون من السهل الوصول إليها، بل فقط لمن يحافظ عليها ويصونها. أما بالنسبة لتجربتي مع الحجاب فلم يكن يوماً عائقاً أمامي وأمام طموحاتي، والله الحمد. ارتديت الحجاب عندما كنت أدرس في الجامعة وأنا درست صيدلة، وكان الحجاب في ذلك الحين غير مألوف إلا لكبار السن. الحمد لله أهلي لم يمانعوا حجابي، ولكنهم لم يطلبوا مني يوماً أن أتحجب، بل كان قرار شخصي وعن قناعة الحمد لله. لكن الناس قالوا لي ما زلت صغير على الحجاب، أمامك عمر يعني لاحق ترتدي الحجاب تكبرين. جدتي رحمها الله قالت لي لن يتزوجك أحد لأنك تحجبتي، ولكن الحمد لله تزوجت وعندي أولاد الحمد لله. الحجاب أعطاني ثقة بنفسي رغم أنني رفضت بأكثر من وظيفة بسبب الحجاب، ولكن الله عوضني بمركز مهم في وزارة الصحة العامة في لبنان. وكنت أقابل ناس كثيرين من مختلف الطوائف، سواء كان مسلمين، دروز، مسيحيين، وكان الحجاب يزيد من احترامهم لي والله الحمد. أنا أقتنع أن الحجاب ليس فقط هو غطاء للرأس، بل هو منهاج حياة. الحجاب هو زينة المرأة وتاج على رأسها. الحجاب يقوم سلوك الفتاة، فالمحجبة هي سفيرة للإسلام، فكل سلوك أو تصرف من قبل المحجبة يحسب للإسلام أو على الإسلام، فيجب على كل منا أن تكون سفيرة جيدة للإسلام، نكون سفراء للإسلام بالحياء، بالسلوك، بالمعاملة، فالدين المعاملة، وديننا انتشر بالأخلاق. والحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وبالالتزام بتعاليمه، وثبتنا الله وإياكنا على الهدى والتقوى، وغفر لنا وكل يوم ونحن إلى الله أقرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.